من عمان ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد نضال أبو زيد. سيد نضال، أهلا بك على قناة ومنصة المشهد. إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول أنه يناقش أو ناقش مع إسرائيل يعني خيارات الرد والضرب المنشآت النفطية لطهران. الخيارات العسكرية اليوم المتاحة لدى إسرائيل للرد على الهجمات، عن أي خيارات نتحدث؟ نعم مالك، أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. يعني في الواقع إذا ما أسقطنا الـ WH questions على هذا الحدث، وهي من متى وأين ولماذا، نجد أننا أمام، يبدو على أننا أمام أيام فاصلة فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، بمعنى أننا اليوم وغدا هناك عيد رأس السنة اليهودية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المناسبة قد تؤخر الرد الإسرائيلي إلى بداية الأسبوع القادم، وبالتالي لا يوجد مؤشرات على الأرض توحي بأن هناك رد سيكون خلال ساعات قادمة، إلا إذا عقد اجتماع لمجلس الأمن المصغر، وبالتالي يبدو أن قرار الرد قد اتخذ، لكن توقيت الرد لغاية هذه الساعة بيد بنيامين نتنياهو، وأعتقد أنه سيكون بعد الـ 48 ساعة القادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما ذهبنا باتجاه أين ستتوجه الطائرات الإسرائيلية أو شكل الرد الإسرائيلي، فنستطيع أن نقول أن إسرائيل قد تذهب باتجاه أهداف حددت على ما يبدو الجانب الأمريكي إطار هذه الأهداف، بأن بايدن أعلن يوم أمس إلى أنه لن يسمح بالذهاب باتجاه أهداف تتعلق بالمنشآت النفطية الإيرانية، النووية الإيرانية، وهنا نقول عن مفاعل نتانز أو مفاعل فوردو أو أراك. بالتالي يبقى أمام الجانب الإسرائيلي على ما يبدو ضوء أخضر أمريكي بضرورة الرد باتجاه أهداف تتعلق بأذرع إيران بالمنطقة في سوريا وقد تمتد إلى العراق، أو باتجاه أهداف عالية القيمة الهاي فاليو تارجت من قبيل الأهداف التي تتعلق بالمنشآت النفطية، قواعد الصواريخ أو قواعد ورادارات إطلاق الطائرات المسيرة. طيب، على صعيد الحديث عن أذرع إيران في المنطقة، اليوم تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يقول أن إيران بدأت تشعر بأنها تفقد أذرعها في المنطقة، وهو ما سيجعلها تتحرك لربما بطريقة مختلفة. ما الذي يمكن أن تفعله الإيران اليوم لعدم يعني تكبد المزيد من الخسارة على مستوى الأذرع لديها في المنطقة؟ يعني أعتقد أن إيران ستدفع باتجاه إعادة تموضع لهذه الميليشيات، وعندما أقول إعادة تموضع لأذرع إيران في المنطقة، بمعنى أن انتشار الميليشيات الإيرانية على طول الكوريدور البري الممتد من كرمنشاه داخل إيران إلى ديالي العراقية ثم إلى بغداد ومنها إلى البوكمال ومنها إلى ريف حمص الشرقي، منها إلى مطار المزة مطار دمشق ومن ثم إلى حلب حتى تصل إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط عبر لبنان. بالتالي ضمن هذا الكوريدور البري أعتقد أن الميليشيات الشيعية وأذرع إيران قد تشهد عملية إعادة تموضع أو إعادة انتشار من أجل توفير الحماية لنفسها ضد أي تهديد إسرائيلي، لكن أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي قد يذهب باتجاه استهداف بعض القواعد أو بعض المطارات التي تستخدمها هذه الميليشيات، وخاصة بعض المطارات التي تستخدم في عمليات الإسناد اللوجستي لعناصر حزب الله، مثل مطار أزرع في جنوب سوريا، مثل مطار الثعلة أيضا، مثل مطار T4. هذه المطارات التي بالعادة يتم قصفها من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالعادة أيضا تستخدم من قبل الميليشيات الشيعية في إسناد عناصر حزب الله. هناك أمر ضروري أن حزب الله سيذهب بعيدا باتجاه منع ما حصل خلال 48 ساعة من محاولات من قبل الميليشيات الشيعية للتجمع من أجل القيام أو التموضع في منطقة الجولان في محاولة منهم لإسناد عناصر حزب الله في المعركة البرية، حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الميليشيات وعلى مواقع هذه الميليشيات. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل ستذهب أيضا بضرب تجمع هذه الميليشيات في مناطق الجولان أيضا، وحسب ما رشع من معلومات هناك تجمعات هل يعني ذلك سيد نضال، إذا بتسمح للمقاطعة، هل يعني ذلك أنا بتنا اليوم قريبين أكثر من حرب شاملة عقب يعني كل هذه التحركات وعقب هذه التصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن؟
يعني مالك، استطيع ان اقول ان معادله الحرب الشامله على ما يبدو انها مرفوضه من كل الاطراف، للطرف الايراني ذاهب باتجاه حرب شامله وراغب باتجاه حرب شامله، لان اعلن ذلك الرئيس الايراني صراحه، قال ان الرد الايراني كان مضبوطا بحيث انه لا يندفع باتجاه حرب شامله، ولا الجانب الامريكي يقبل بانزلاق المنطقه الى توسيع لدائره الصراع، خاصه في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسيه الامريكيه بعد عده اسابيع، والجانب الأوروبي قد يقبل بصراع جديد في الشرق الأوسط يتحمل تبعاته تضاف إلى تكاليف وتبعات الملف الأوكراني الذي يتحمل تبعاته أوروبا، وبالتالي ضمن هذه المعادلة الإقليمية والدولية يبدو أن كل الأطراف متفقة على عدم الانزلاق باتجاه صراع شامل، لكن الجانب الأمريكي يريد إعطاء الجانب الإسرائيلي الضوء الأخضر من أجل الرد على الرد الإيراني، وذلك أن الجانب الأمريكي يريد بقاء توازن القوى في المنطقة موجود ويريد أكثر أن طيب إسرائيل. هذه نقطة مهمة سيد نضال. الجانب الأمريكي كما تقول أعطى فعلا الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية الرد، وكان يعني حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستبعد أن تستهدف إسرائيل المنشآت النفطية في طهران، لكن طهران في ذات السياق قالت وحذرت أنها إذا تعرضت لأي رد يطال منشآتها الاستراتيجية سواء النووية أو النفطية سيكون هناك رد عنيف وقوي على أي ضربة صاروخية. مالك، يبدو أن إيران قد تقبل برد إسرائيلي على بعض المنشآت النفطية، ولكن لن تقبل برد إسرائيلي على منشآت نووية، لأن هذا الملف الاستراتيجي لدى إيران يبدو أنه قد شارف على الانتهاء في ظل المقايضات الدولية التي تحدث، وبالتالي إيران لن تقبل بأي شكل من الأشكال الوصول إلى المنشآت النووية، لكن قد تغض الطرف نوعا ما عن المنشآت النفطية لأنها لا تريد الانزلاق باتجاه عمليات عسكرية شاملة قد تكون غير محسوبة النتائج، وبالتالي ضمن هذه المعادلة أعتقد وضمن هذه المقاييس أعتقد أن إطار الرد الإسرائيلي قد حدد من قبل الجانب الأمريكي لإسرائيل، ويبدو أكثر أن إسرائيل ستلتزم بهذا الإطار مرغمة على ذلك لا راغبة بذلك. السبب أن إسرائيل لا تريد أن تفقد الزخم الأمريكي لا الدبلوماسي ولا العسكري في إمدادها في حربها الجارية في المنطقة، وبالتالي إسرائيل قد تقبل بهذا الرد نوعا ما بمحاولة منها لاستعادة فقط توازن القوى وليس تفوق القوى. طيب إذا ما ذهبنا على التطورات على الحدود الشمالية والجنوبية في لبنان، عمليات التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، عسكريا كيف يمكن تقييم عمليات التوغل التي قام بها الجيش حتى اللحظة، في ظل الحديث على أن الجيش الإسرائيلي تكبد أيضا خسائر جراء هذه الاشتباكات التي كانت مع حزب الله؟ نعم مالك، بداية يجب أن نعرف نقطة غاية في الأهمية، يبدو أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية قد أخفقت هذه المرة ولم تكن في مكانها، وبالتالي تقدير موقف الاستخبارات الذي أسند أو رفع إلى العمليات وتم إدراج فقرة التنفيذ في أمر العمليات للقوات على الأرض قد أخفق في تقدير موقف وكفاءة وما تملكه عناصر حزب الله في جنوب لبنان، ظنا منهم أن الاستهدافات في البنية التنظيمية للحزب قد انعكست على البنية الميدانية، لكن وظنا منهم أيضا أن سلسلة القرار لا تزال متهشمة، لكن هناك عدة مؤشرات توحي بأن حزب الله على ما يبدو نجح بإعادة تنظيم نفسه، نجح في إعادة ترميم سلسلة القرار، وهنا أقول عن مؤشرات من قبيل أننا عندما نرى أن الخطاب الإعلامي لحزب الله قد بات تقريبا منتظما، هناك سلاسة وتسلسل في البيانات العسكرية التي تصدر عن حزب الله في أعداد الخسائر التي وفي أعداد العمليات التي يقوم بها حزب الله، هذا مؤشر على أن البنية التنظيمية الإعلامية قد انتظمت. مؤشر آخر أننا نرى أن العمليات العسكرية منتظمة وليست عشوائية، بمعنى أن هناك قتال في محاور وهناك قتال في محاور أخرى، أيضا هناك إطلاق صواريخ بشكل منتظم ومتسلسل وليس عشوائي. ضمن كل هذه السياقات والمؤشرات أعتقد أن الحزب نجح في إعادة بناء نفسه على الأقل بناء سلسلة القرار العسكري. C2 الكوماند كنترول القيادة والسيطرة لا تزال في طور الترميم، وبالمناسبة ورد ذلك على لسان نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم حين قال أننا قمنا بإحلال كل قائد تم قتله ميداني تم إحلال قائد آخر مكانه، وبالتالي هناك حالة ترميم. الآن أجيب على سؤالك فيما يتعلق بشكل العملية العسكرية، هناك تحركات
وحدات إسرائيلية يقودها رأس الحربة فيها لواء الكوماندوز من فرقة المظلين 98 في منطقة الزاوية في إظفر الجليل أو في إصبع الجليل. أيضا كان هذا التحرك باتجاه طريق طريق البرج، لأن على ما يبدو هذه الوحدات تريد أن تمسك هذا الطريق الذي يقود إلى نهر الليطاني. وبالمناسبة المسافة من الزاوية إلى نهر الليطاني هي تقريبا 12 كيلومتر. هذا المحور لم ينجح في تحقيق أي توغل يذكر لقوات الاحتلال بسبب المقاومة الشديدة لعناصر حزب الله. انتقل الاحتلال مباشرة إلى المنطقة الجنوبية وذهب باتجاه مارون الراس، ظنا منه أنه يستطيع أن يحدث خرقا في هذه المنطقة للولوج إلى داخل جنوب لبنان. وأيضا في هذه المنطقة واجه مقاومة، ومقاومة شديدة أوقعت قائد وحدة أجوز وهي وحدة النخبة لاستطلاعات لواء الكوماندوز من الوحدات المدربة بشكل عالي جدا. ثم بعد ذلك تحققت إصابات ب 35 من جنود الاحتلال، ولغاية هذه اللحظة نتكلم عن 48 ساعة من ساعة الصفر تقريبا، ولم تستطع قوات الاحتلال التوغل، وليس التقدم، التوغل لمسافة 400 متر لا أكثر حسب المعلومات التي ترشح من مناطق الميدان. وبالتالي يبدو أن حسابات الاستخبارات الإسرائيلية قد أخفقت، ويبدو أكثر أن عناصر حزب الله تدافع على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة وهي الحدود بين جنوب لبنان وبين الأراضي شمال الأراضي المحتلة. كل ما يريد الاحتلال هو الوصول إلى نهر الليطاني. وضحت الصورة، شكرا لك من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد نضال أبو زيد على جميع هذه القراءات.